شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لك شو هالقصة هاي؟ لك مين وهاد اللي إله مصلحة يقوس سهرنا؟ وليش؟ وطي صوتك ما بدي حدا يسمعك وخص نص بنتك مريم إيه تقبرني خلص إيه بس ليكي أنا متأكد يا عم طالب إنه نفس الشخص بالذات اللي عم يتعدى علينا إن شاء الله إلهي بلا بيقتله اللي بده يأذينا لذلك يا أم طالب الله يخليك لازم هذا الموضوع يضل بيناتنا ما لازم ينطش برا بنوب خلص تقبرني أنت طمن بالك المهم صهرنا نفد وبخير ورصاصة مرقت مرور كرام من ناح كتفه شو نفد؟ الله ستره بعدي اسمه هالرب والله ما بيستاهل صهرنا تفضل اشتهيت لكم هدوم كاستين لما اي الله يسلم الإيدين يا حق الله يسلمك يعيشوا بدك شي تاني؟ بدي سلامة قلبك تقبريني تفضل يسلموا ايديك ام طالب من اليوم ورايح ديروا بالكم على هالمخلوقة انا بعت طاهر على آرا على ضيعتها وسأل عنها طلعت آدمية كتير ومقطوعة من شجرة مثل ما حكت لنا بالضبط إنها لك المخلوقة درويشة وآدمية وفقيرة ما لها حدا مصبوط بشر يا مدحت بشر خاب الضرب يا آغا وصهره لأبو طالب بعده عايش معقول؟ معقول يا مدحت؟
لك ثلاث رجال كل واحد قد البغل وبيفشلوا؟ معقول هالحكي يا مدحت؟ معقول بيصير؟ ما بيصير يا اغا. وينهم هلا؟ تركتهم بالمالكاني وهي جيتي من عندهم. اغص عليهم اغص. خيرها بغيرها يا اغا. روح على المالكاني وخذ بالك منيح لبين ما اجي لعندكم. امرك يا اغا. فشلوا بقتل سهر لأبو طالب. فشلوا يا لمعات. معلش يا أخ. معلش. كتف لبين ما تفيق. طيب يا ابني ما حدا طلب منك تقوم بهالشيء؟ ولو يا عم يا ابو الهبه فعل الخير ما بده طلب. طيب رح حضر رقمي دفترها اترك من ايدك والحقني على راسي. لك يسلم لي هالصباح ما احلاه، ولك يسلم لي هالجمال. لك وين اوعى؟ وين اوعى؟ لك نحن لحالنا ما بنحكي بيناتنا. فيك تقبرني بخجل. لك انت مالكي هلا ماني غريبه عني. لك كبرت على هالحركات انا. لك يسلم لي هالجمال. مين؟ انا صالحه. انا بفتح. ماشي. أهلين تقبريني. تفضلي خالتي. إيه لا هيك كتير يعني مبارح العشاء واليوم فطور. لا هيك كتير. لا يا خالتي ام صابر أقل منا جيب لك فطور الصباحية. عقبال ما جيب لك فطور عرسك بجاه رب العالمين. فوتي اشربي قهوة. لا تسلميني بس بدي ناول لك من على الباب. حبيبتي أنا مو تفكروا تجوزت ونسيتكم. بكرة من الصبح بكي رايحة لعند شيخة لسع أهم من المرحومة نعيمة. معها حق الخانة بتزرعني عند ام صابر. ولا كيف كنا رح نعرف موضوع الشيخة اللي عم تحكي عنها؟ قولي يا رب يا رب. تفضلي. يلا تقبرني يلا. هاي الفطور جاهز مجهز. حلاوة ونظافة ورتابة. لك تستمني هالإيدين يا محلى. لك تقبر قلبي. تفضل. استمني هالرتابة. لك أنا الله منين بعت لي. هلا بتاكل وبعدين بنكمل حديثنا. اهلين عمي ابطالي. كيفك عمي؟ طمني. الحمد لله. لا تمام التمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تفضل عمي ابطالي. عمي ما عرفتوا اشكال اللي اوصوا عليكم اوصافهم؟ والله كان المنى يا عمي ابطالي بس كانت الدنيا عتمه مثل ما سبق وقلت لك. ايوه. والضرب منين صار؟ الضرب كله اجى من هذا الصوب. كله خير. خذ طريق عمي. يلا شرفوا سيدي شرفوا. يلا يلا. Thank you.
خربت. نحن ما صدقنا على الله. سكر يا سكر سكر سكر. ما في شيء يصبحك بأنوار النبي يا حق. ويصبحك بن عمي. تحب البيض مقلي ولا مسلوق؟ البيض مقلي مسلوق مشوي شو ما كان من ايدك عسل يا سكر. طرفة عين بكون جاهز لخدمتك. الحمد لله يا ربي. والله صرت وتصورت يا سيفو صار عندك مرة. بيني وبينك يا عمي أبو طالب، كنت طمعان بيوم العرس الدكتور عصام يكشف عن حقيقة الفاعل من أهل الحارة، بس مع الأسف ومثل ما خبرنا ما مشي الحال وما قدر يكشفه، وهيك صعبت المسألة علي أكثر وأكثر. طب أنت ليش متصور إنه الفاعل لازم يكون من الحارة؟ إيه، لأنه إحساسي عم بيقول لي إنه الفاعل من الحارة. حتى بعد اللي حصل معك امبارح؟ ما هو اللي صار معي الليلة الفايتة هو اللي خلاني أتأكد إنه الفاعل من الحارة. شيء ليش؟ لأنه واضح إنه على دراية بتفاصيل الحارة واستغل انشغال الناس وعمل عملته السوداء هي. أيوة. يعني معقول كل أهل الحارة كانوا موجودين؟ يلي بدي أقوله أكيد كانوا كل أهالي الحارة مجموعين بحفلة العرس. أكيد، لأنه هالبادرة فريدة من نوعها، الناس بطبيعتها بكل عرس بتحضر، فكيف إذا كان هذا الحدث الكبير؟ يعني ممكن في ناس يكونوا ما تواجدوا بالحفل؟ ما بعرف، بدنا نسأل واحد من اللي كانوا حاضرين، لأنه محسوبك انسحبت لما خبروني عنك. معناتها لازم نسأل حدا حضر الحفل من أوله لآخره. معك حق. أهلا وسهلا بأبو طالب. أهلين أهلين معدو. يسلموا يسلموا. يا ميت أهلا بسيد رأسنا وتاج رأسنا. حبيبنا أبو يحيى. شرف. يسلموا إليك. حط لي يا أبو يحيى. أبو يحيى. وأخيرا صدق هالضلالي. وليكو إجا وجايب موظف الطابو معه. ولو يا عثمان ليش عندك شك؟ يعني مالي قادر اجبره وغصبا عنه ينفذ اتفاقنا؟ بيني وبينك من كتر ما مطمطها لهالقصة خفت يطلعنا بلوشي. بلوشي شو؟ ساعتها بقيمة عيونه من وشه. معناتها انزل بسرعة وركبوا الصك، خلينا نخلص من هالموضوع بقى. حاضر اصبط خانو، ما تشغلي بالك. لنشوف. يا روحي خير. شو في رامي؟ يعني مالك ملاحظة من أول ما شفتك بطلت تقدي؟ هلأ ببرد الشاي. لك الله يصلحك ويهديك يا ظاهر على هالعملة. تعرفي كان محطتني اللي فوقي واللي تحتي على مصاري. يلا يلا قال شو مش هاجيب لي دواء التأتا. بيوم شو بيطلع آخر شي دواء التأتا؟ شو زري شو لابن جواز يأمرني أفضل جواز. إيه. شو هالبيت؟ بيت. لك أنا نسيت لك إنه أنا يعني ما بحب البيت بكل أنواعه، لا مسلوق ولا مقلي أصلاً ما بطيق ريحته بنوب. وبتعرفي شو؟ شو بنامي؟ والله سكر مالي نفس أفطر بنوب، ما جاي عبالي ما بعرف ليش. سكر قومي معي شوي. لوينك؟ قومي لأنني أخبرني أنطع على إيه. شرفتينا ونورتينا لمعاد خانم. أهلين فيكي. شو لحالك بالبيت؟ اي والله جوزي بالشغل. صحيح انا نسيت اسالك فادية خانو، انت ما عندك اولاد؟ لسه الله ما طعمني. وقد صار لك متجوزه؟ يعني شي 3-4 سنين. طيب وقت اللي بدك عندي شيخه كثير منيحه وان شاء الله بتعمل لك حجاب وباذن الله بتحبلي. اي يا ريت والله. خلص معناته وقت اللي بدك خبريني. ايه يا ريت والله. فادية خانم ما رح خبي عليكي، نحن اليوم رح ننقل الملكية للشرة. قلت لحالي بجي بخبرك مشان تقولي لجوزك ويكون عنده علم. ايه ولا يهمك، بس يرجع على البيت بخبره. وشغلته بسيطة كتير، بس يحط العقل بدرجه كم شهر. ولا يهمك، اطمني لمعاد خانم. وقلت لحالي كمان تفرجوا حالكم بهالكم ذهبية. ايه بس نحن اتفقنا انه بعد ما تتم السيره
لا ولو ليش بيناتنا يا فاضية خانم؟ ما بتقصري، بنت أكارم وأجاويد لمعت خانم، وأنا ما رح أنسالك هالمعروف كل عمري، بس أوعيك تنسي تشددي على جوزك إنه الموضوع يكون بغاية السرية. أكيد لمعت خانم، طمني بالك. أما شو هالعرس؟ إيه عرس بياخد العقل، كان حديث كل الحاضرات. شفتي يا فاضية خانم؟ بيني وبينك واصل صيت العرس لعنا على ساروجا، إيه مطير عقول العالم، ومو بعيدة بكرة يقلدوكم بكل حارات الشام. هيك قلتك؟ يو أكيد، أبها وفخامة. إيه الله يقدرنا على فعل الخير ونقدر نخدم هالعالم. آمين يا رب. مبروك. الله يبارك. سمعونا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مبروك. الله يبارك فيك يا أغا. وتشوف على وش الخير. يا أهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل. عن إذنك يا أغا. سبيح بالعالم. تفضل حلا. خير ان شاء الله. انا شو بتحلى ايه؟ طب كل الخير، ما شايفني بطلت دقدي بطلت دقدي. الله مبروك. تفضل الله يبارك فيك يا رب. لك يا جماعه يا العرا بطلت دقدي، انا بطلت دقدي بطلت دقدي. طيب سلام عمي مرزوق. لك شو بك سيفو؟ انت ليش عم توزع الحلوه ليه؟ عم بوزع الحلو. بطلت دقدي بطلت دقدي يا جماعه. اه جماعه وجاي. طيب غني لي غني لي لشو؟ هلا عليك. شوفي كيف عليك تغني قبل؟ دلل يا عريس. هلا شوفي. ودلل يا عريسي على عريس. هذا كله بفضل الاعشاب اللي كنت عم اعطيك اياها. روع عنا بلا اعشاب. ما اعشاب؟ لا مو من فضل اعشاب. لكن من شو؟ خلاص بقول لك بعدين. هلا مو حلوه، خليني كفي. ودلل يا عريسي. معقوله معقوله يا جماعه؟ الله الشافي والمعافي. لك مو عاطي فرحته لحدا يا جماعه الخير؟ بس انا ما عم تفوت بمخي، يعني شلون هيك بطل يتقتي؟ لك سبحان الله الشافي والمعافي. ايه والله سبحان الله. سبحان الذي خلقه. لك ما في لك ولا تقدر كان. حاول حتى اعرف. سبحان الذي خلقه لا يتقتي مثله. اسود قلبه ابيض البيت انسان. طمني شو الاخبار؟ الاخبار يا ستي الاخبار. شرفي هات لنشوف. ولا شو حاطت هذا البند اللي بيقول الاستلام لبعد 3 شهور؟ هيك بده. وانت ليش قبلت؟ احرجني. اي لا كان لازم ما تنحرج. خلصنا بقى، خلصنا عصمات، هذا اللي صار. طيب ليش ما حكى من بدايه الامر عن بند التاجيل؟ لانه واطي وخسيس. وهلا شو الحل؟ لا تعلي صوتك، بعدين بنحكي بالحل، بس ينقلع بنحكي. أنا مالي مطمنة منوب من قصة هالتأجيل اللي صارت. وأنا مثلك مالي مطمن، بس بكل الأحوال منيح صارت البالكاني باسمي، وبما يخص موعد الاستلام والتسليم أنا بحاول ضبطه بالطابة. وينك؟ ضروري تلاقي طريقة، بدنا نستلم المالكاني بأسرع ما يمكن، فهموا هالشي بقى. هلا خليني روح قبل ما يستعوقني، بعدين بنحكي. ماشي ماشي. يعني عم دورها بمخي يا اخي، ما عم تزبط معي. شلون يعني استلم المال كاني بعد 3 شهور؟ اي والله مو ظابطه، مو صحيح هذا الحكي. هلا يلي صبر كل هالايام هي ما راح يقدر يصبر شهرين ثلاثه. لك يا اخي الله ما شافوه بس بالعالي عرفوه، طالما مال كاني وصارت باسمي ليش ما بستلمها من هلا؟ صدقني كان بدي نخلص من القصه هي باسرع ما يمكن، حتى ريح راسك وراسي. بس لك شو بيطلع بايدي اذا كان طلعت لنا قصه الحسابات والمرابعين والضمانه؟ يا سيدي ماشي الحال، تكون باسمي وعمل حساباتك انت والمرابعين والعمال وكل الشغيله. ايه كلها زوده وفرقه. 3 شهور خلصنا بقى. 3 شهور اغا؟ 3 شهور بتموت ناس وبتحيا ناس. يا سيدي انت بالذات ما راح تموت، ايمنا من هالسيره بقى. هاي الملكانه صارت باسمك، خلينا نحكي بالشيء المهم. حاضر، شو المهم؟ تفضل. عملت مثل ما قلت لك اغا، من غير ما تقول لي صار قصه العرس الجباعي على كل لسان بالمحافظه. المهم يكون منسوب إلي بالمحافظة. أنت خايف علي أغا؟ يعني عرفوا أني أنا اللي صرفت على العرس؟ فهمت الكل أنه تكاليف العرس الجماعي بالكامل طلع من حر مالك أنت. بري عليك،
بري عليك أسعد بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. بدي اسالكم عن شخص بينادوا له حمزه ابو العباس. ايه كان ساكن هون بالاماريه، بس من بعد طلعت الفرنساوي من البلاد، ترك الحاره وسكن بمالكانتو كيوان. ايوه. بتحب دلك على مالكانتو عمي؟ لا لا ابني لا، خلص مشي الحال، كتر الله خيرك. ظاهر الشغله فيها نسب ومصاهره، ما هيك عمي؟ ايه نعم. اعطوه عمي اعطوه، لانه ما راح تلاقوا اقدع وارجل واشرف منه بكل الاماريه. شو هالحكي؟ يعني بتعرفه منيح؟ ايش مين ما بيعرف حمزة أبو العباس؟ زلمة قبضاي وزقرتاوي وكل أهالي الإمارية بتعرفه. ما شاء الله. وبتحلف بحياته كمان. ماشي كتر الله خيركم. خير الله. السلام عليكم. سلام. مشكورين. الظاهر سمعته للشب منيحة، لأنه ما حدا جاب معدله بكلمة زاحلة. اهلا وسهلا فيك يا استاذ. اهلين امي. زين. شكرا. لانه حضرتك جاي من البحر؟ انا ايه والله بالبحر. يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. الله يخليك يا رب. بيان كثير هون؟ والله لبكره. وين وجهتك؟ عشاء. اذا بتحب بأمن لك سياره من باب الاوتيل. والله اذا بتقدر يا ريت. اي ساعه بتحب تسافر مسيون؟ على 10 منيح. تكرم، الساعه 10 بتكون عندك السياره. مش يا عمي. قبل ما انسى. مور يا استاذ. شو بتقدموا اكل هون بالاوتيل؟ بدك اكل كويس ولا حيلا؟ لا كويس، راح موت من جوا. معناته بنصحك تروح تاكل بمطعم الشط. على راسي عمي. طالما مثل ما فهمت من أهل حارته للولد أنه سمعته مسك، معناتها ما بيخوف بنوب بنوب. بس مسألة الأمانية اللي حكالي عنها ما فاتت براسي أبداً، ولا بد يكون في شيء تاني بينه وبين أبو العز. بس شو هو يا أبو الهيبة؟ شو هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. هاد انتو؟ شلونك؟ اهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا تفضلوا. مرة تانية اخي الك ولا للديب؟ خس الديب. يا عمي الك مونة يا ابو الهيبة. بعمل كل جهدي اللي. يا سيدي بكون الك من الشاكرين. وهي الخدمة بألف خدمة عمي. واذا بتعرف حدا تاني بيمون عليه بكون الك من الشاكرين. تعالوا لعندي بكرة على المالكانة وان شاء الله بصير خير. على بركة الله عمي، على بركة الله. يلا السلام عليكم. بس ما قلت لي مور شو بدك من ابو الهيبه؟ بدي اياه يلي على مكان ابو العز. على بركه الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. صلي على النبي. قصدي والله ما عرفتك. تعال هات بوسك. انت من ريحه الغوالي. عود احكي لي الشام كيفها؟ شو اخبارها؟ طمني. انا بدي احكي لك. انت ما بتعرف انا سافرت على مصر من 3 4 سنين. وشو كنت عم تساوي بمصر يا درصا؟ عم ادرس. ايوه هات لشوف. خبرني انتوا لساتكم هون ولا رجعتوا على الشام؟ بصراحه رجعنا من كم شهر.
شو بدنا لك ابو حميد؟ ليكني قاعد ببيروت قدامك وشو بدنا نكون رجعنا؟ هلا رجعتوا ولا ما رجعتوا؟ بصراحه يا ابو حميد مراد اغا هو والشباب رجعوا من كم شهر، بس انا شحني ليكني هون قاعد. طيب وانت شو عم تعمل هون اذا مراد اغا رجع؟ ولو يا ابو حميد ما اكون مواجبك، انا وكيل مراد اغا هون، وكيل مالكاناته واعماله كلها. ايوه الك اتمنيتك تكون نازل على الشام، بس مشان اسالك عن الحار. لا ما نزلت من زمان كثير والله يا ابو حميد. طيب يعني ما عم يوصلك شي خبر عن الحاره من هون او من هون؟ يحرم نوب. بيني وبينك انا سبب نزلتي على الشام هو انشغال وخوفي. امسك لي الغرب غب وشوف كيف رح تنسى مشاكلك كلها. غب؟ لا شو غب، انا ما بشرب منكر. هاد مو منكر. لك شو هاد؟ انبيت. كيفك؟ ان شاء الله بيقبرني هالوش ويسعد لي اوقاتي. تعالي قدي، بدي اعرفك على صاحبي وحبيبي وابن حارتي محمد. تشرفت بمعرفتك ميسيو. وانا كمان. تعال يا ابني وينك؟ تعال اجيب لك كاسه على السريع. ان شاء الله بيقبرني هالوش. دخيل اسنان اللولو. شفت لي هالشوفه يا ابو حميد؟ لك مش معقول قد ايه كلامك حلو. دخيل ربك انت الحلوه. بصحتك ابو حميد، بصحتك. تفضل تقبرني؟ ريته مجاري الهنا. لك من ايدين ما نعدمه. يا ست الكل انت، يا ست الستات. لك دخيل كلامك شو حلو. يلا صبي لي شاي لاني ميت من الجوع. لك ما عاش الجوع. تفضل تقبرني. يسلموا الايدين. ايه عم قول بعد اذنك تقبرني اذا صحيت من النوم وما لقيتني جنبك على السرير، لا ينشغل بالك. لا 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 لا، من اليوم وطالع كل شيء بقبله الا اني فيق وما لاقيكي جنبي. كلها ساعه زمان وبرجع لك تقبرني. وين بدك تغيبي ساعه زمان وانت لساتك عروس؟ بيني وبينك بدي انخطف على السكيتي، روح جيب الشيخه خديجه من بيتها وارجع. خير ليش بدك تجيبي للشيخه؟ هذا يا سيدي مو مريم بنته لأخي أبو طالب متأذية ولي على قلبي عليها؟ ايه. وكنا موقفينا على إيدين الست نعيمة قبل ما تموت هديك الموتة الله يرحمها. ايوه. أنا رايح أجيب الشيخة خديجة مشان نوقف مريم على إيدها، بركي الله بعدي اسمه بيكتب لها الشفاء. هاي الشيخة كأني أنا سمعان فيها. هي الشيخة خديجة نار على علم، ويا ما الله معافي ناس على إيدها. ايوه. بس لا تخاف تقبرني، بكون مجهزت لك كاسة الحليب والعسلات. إيه بس لا تتأخري علي كتير. ها ما عاد فيني أقعد بلاكي منوب ناطرك. ليش أنا عاد إلي صبر بدونك؟ أهلا وسهلا يا جماعة، شرفت. بالمهلي يا عمي أبطالي، وين بتريدني حطهم هدول سيد حسان؟ الله يسامحك والله معذب حالك. ولو مش واجبك. خلص حطهم عندك، كتر الله خيركم يا جماعة. خير. أهلا وسهلا. طمني كيف صار جرحك اليوم؟ الحمد لله منيح. الحمد لله. اي والله. هي عمك طاهر ترك عروسته وجاي ليشوفك. لك صحيح والله اخذنا الحديث وما قلنا لك، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا حق. ايه وشلون لقيت لنا الجواز احلى ولا العزوبيه؟ بالحالتين الحمد لله. ايه الحمد لله. خير سيد حسان؟ شايفك مو على بعضك. لا ما في شيء، حادثه بسيطه والحمد لله ما رأيت. بس المهم خبرني شو صار بموضوعنا. صراحة يا سيد حسان كل أهالي الحارة كانوا موجودين ليلة العرس، وأنا شفته للدكتور عصام وخبرته بكل الحادثة. متأكد يا طاهر من الكلام اللي عم تقوله؟ 100%. أنا طول الوقت كانوا عيوني عم يغزلوا غزل على أهالي الحارة وحصيتهم واحد واحد. عمي إذا الكلام اللي عم تحكيه طاهر مزبوط معناتها أكيد الفاعل من برات الحارة. لا عمي أنا بأكد لك 100% إنه الفاعلين من الحارة، ومو بس هيك، بأكد لك وبكل ثقة كمان إنه اللي اعتدوا علي كمان من الحارة. يا ساتر، وصل البلة دقنك؟ إيه سيدي، وصل البلة دقني. عندك شك بدرية خانو؟ ما عندي شك تأمرني. إيه علي الحلال لما جابت سيرتك قدامي لبعاد خانو، حسيت كأنه سهم وفات فؤادي. عن جد عم تحكي؟ لما عرفت انك ساكنه لحالك من اربع حيطان حبيتك اكثر واكثر. ايوه قلت لها اسمعي يا لمعاد خانو، صحيح انا ادمي وما بعمل مشاكل، بس علي الحلال اذا حدا بيقرب من بدريه لشرك له وشه واقلب جلده دربكه. اطلع من هالبواب اطلع، وقول انك قبضاي وذكرت ورجال الارض كلها بتخشاك.
وانت مين قال لك هالحكي؟ بصراحة؟ بدري لا تغشيني، يحكي بصراحة. لمعات خانم، يعني مين غيره؟ ايه شو قالت لك كمان؟ بصراحة؟ هي هي علينا، احكي بدري احكي. قالت لي انك اجدع رجال عند مراد آغا، وانك ايده اليمين، وما بياخد قرار الا بمشورتك. ايوه. وانت جاي تعمل لي حالك مسكين ودرويش. ايه انا ما بحب بين هالموضوع الا وقت الضرورة بس. ولك تقبر قلبي شو انك زقرت وقبضاي وبتسوى تقلك ذهب. ولك انت الذهب والالماس والفضة، لك ان شاء الله ما تخي يا بدرية. تقبرني؟ بتسمح لي اقدم لك هدية؟ اوف، لك انا منك باخد سم مو هدية. يبعيد الشر عن قلبك، غمض عيونك. ليش بقى؟ غمض عيونك كرمالي. لك انا كرمالك مو بغمض عيوني، كرمالك بعميهم لعيوني. بعيد الشر عن عيونك. ها هاي غمضنا. لا تفتح. بس لا تطولي. يلا فتح. وبالي معك، بالي 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 يا ابو الجيبي، علي 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 احياء سوا، عينك يا حبيبي غيرك ما يا حلالي. خد البنات التفاح حبيبي، خد البنات. اسفل وقلبه ابيض، اسفل وقلبه ابيض. البيت سلام ريان يا بنا دورا، ريان يا بنا دورا. يبقوا لي البطاقة. اهلين حبيبي، اهلين. تفضل عنه، سلم على خالك. حب اللوز يا ترمون. الله يجبر عنا. يلا هانت هانت وصلنا. الله لا يوجعك. والله رجلي واجعيني. الله يعطيك القوة والعافية وطول العمر يا رب. سلامتك سلامتك شيخة. أنا أم صابر. تفضلي فوتي. الله يزيد فضلك. أهلا وسهلا شيخة خديجة. أهلين تقبريني. أهلين. الله يسلمك يخليلي إياكم. شيخة بعرفك بناتي صالحة ومال الشعب. تشرفنا تشرفنا ونحن بالأكثر. نحن منتبارك فيكي. الله يبارك فيكم يا حبيباتي. شرفي تقبريني شرفي. خلينا نفوت بسرعة إذا بتريدي، لأنه يا دوبي واقفة على رجلي. فوتي صار معي وجع. الله لا يوجعك. سلامة قلبك تقبريني. عمونا لضيافة يا عمو. تفضلي تقبريني. تفضلي عم استنانا البنت. تفضلي خلينا ياك يا رب، الله لا يحرمنا منك. يعني طالما هديت الامور بالحارة بوجود المخفر الجديد، هلا بنبلش، شو رايكم؟ عليم الله هذا كلام صحيح. وبصراحة أكثر، هذا المقترح كان لازم يكون من أولويات عملنا. وعلى ضوء هالشيء، راح يعرفوا الأهالي والمحافظة الآن واحد إنه نحن قلبنا على الحارة. صحيح. وقتها بنخلص من المناظر الغير لائقة بالحارة. لذلك يا ابو عدنان انا عم بقول انه من هلا نحصي البيوت والدكاكين اللي بحاجه لترميم وتصليح، شو رايك؟ منت عمين؟ منت؟ لعيونك يا ابو طالب. يا ريت يا شيخ بلال من هلا تحسبوا تكاليفه على دوز باره. وهي قدامكم، قبل ما ينطق صديقي وعزيزي وسندي مراد اغا، رح اقول له من الاخر، عمي هذا الموضوع على نفقتي الخاصه. يعني تغديت فيني قبل ما اتعشى فيك يا ابو طالب، ما هي؟ يا مراد اغا، جنابك كفيت ووفيت وكثر الله خيرك. الله لا يفرق بيناتكم. واللي جايينا مع الايام بده هز كتاف يا اخوان. يا سيدي على بركة الله. الله يسعد لي هالوجوه يا اكارم. تسلم. قلت لحالي هيك بقلو ليكم فنجان هالقهوه. شرف. تسلم ويسلم. اهلين. ان شاء الله ما تكون بارده مثل العاده. لا سخني الله يسامحك. شرف زعيم. يسلموا. شرف مراد اغا. يسلم والديك. صحتين شيخي. يسلم. صحتين مراد اغا. شرف عمي. صحتين يا زعيم. لك صحيح ما شفتك بين الأجسام. ايه والله يا زعيم، انا خبرت عمي المختار والشيخ بلال انه الوالدة مو حابة تجوزني بالفترة الحالية، يعني مثل ما بتعرف خالي ابو محمود مسافر ببلاد اليمن، بقى هي قالت لحالها انه بس يجي بتكون فرحة فرحتين. صحيح صحيح. كاينة فيه وما كان يقبل. بري عليك،
الله يرحم أبوك عمي. دخيل عينك بتخبر الوالدة العرس الجماعي الجاي أنت على رأس الأرسام. روح الله يخلي لنا إياك ويديمك فوق رأسنا يا زعيم. الله يخلي لك الوالدة، ولد مربى. أبو عدنان دخيل عينك، ما تنسونا أحصاء المحلات والبيوت اللي حكينا عنها من اليوم. ومثل ما قلت حصل يا أبو طالب حصل. إن شاء الله ألف مبروك عدلي بيك. إي والله إن شاء الله ألف مبروك وعبال عندي. إن شاء الله بناكلون فرحة ابنك يا رب. حسنك محترم الله يجعلها جوازة الدهر. آمين. الله يبارك فيك يا عدلي بيك، بجاه الحبيب محمد، الجود والكرم مو غريب عنك بنوب. أبدا الله يبارك أبدا. فيكم وعبال ولادكم وعبال عزابية. الله يسلمك ويخليك. مبروك عدلي. الله يبارك فيك. بس هاي ليش ما تحلي؟ لا ما تحلي. ليش وين كنت والله ما شفتها؟ هات يلا طالع طالع. واحد والله واحد والله. السلام عليكم. لا ان شاء الله مبروك بيدو العيلة. يا كريم يا رب. لكريتو ألف مبروك وإن شاء الله جواز الدهر. على شو مبروك لك ناصري؟ عامل حالي مبسوط قدام الناس. الله وكيلك لو لزعل الآغا. نهرب من هالسعدانة من أول لحظة. لا يا عدلي لهالدرجة؟ لك قد أمي يا رجل. إيش هو بدك تساوي لك يا عدلي؟ بدك تصبر. هو هيك بس بتعرف شغلة؟ مراد آغا معه حق. ما فهمت. طلعت أم صابر صاحب الروح بالروح مع بيت أبو طالب. إيوه بتبلغ مراد آغا إنه أم صابر رح تجيب شيخة جديدة لبنته لأبو طالب. وعرفت عنوانها؟ إيه محلة المسكية. شو اسمها؟ على قول أم صابر اسمها الشيخة خديجة، وطلعت من على بكرة الصبح تجيبها لبيت الجماعة. ايوه من شان هيك قطفت رجلي لعندك من شان بلغك بالموضوع، لأنه على قول أم صابر إنه هي الشيخة منيحة. وصل طمن بالك. يلا بخاطرك بكرة نازل على الشغل؟ إن شاء الله. أنا هلأ رايح ارتاح بالبيت. الله معك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أم قرد منيحة. أبو الهيبة أبو الهيبة وينك يا أبو الهيبة؟ أبو الهيبة وينك يا أبو الهيبة؟ أهلين وسهلين عمي أبو الهيبة. أهلين عمي حمزة. أهلا وسهلا عمي. إنه هلي عمي هلي يكون على حالة صبوحي. عمرك معلم. من آخر عمي أنا سألت عنك. حاصلوا عمي أعطيني من الأخير. ما شاء الله الخلاي أمم أمم شكروا منك من أفعالك ومن فضائلك. من معروفك عمي من معروفك. أعطيني من الأخير. تأكد لي أنك ما نك ناوي أزيد الجماعة. تبلى عيوني بالعمى يا عمي إذا ناوي أزيدهم. شو بدك من الجماعة؟ إذا قلت لك بدلني على محل الجماعة. لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى. لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. لا لا ولا لا يا بلا لا جامي بين الرجال.
البر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن من صور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من دهن قول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده الك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحب